معاكم أمير الغناء العربي. الليلة معانا الفنان الكبير هاني شاكر، مساك الله بالخير، يعطيك العافية. أهلا بك، أهلا بك، أهلا، مرحبا، مساك الله بالخير، وسعداء جدا بوجودك. أهلا بك، مع أن احنا يعني فينك من بدري يا أستاذ هاني، من زمان بنحبك، كل أهل الكويت بيحبوك وأنا بصراحة. وأنا كمان والله يا غدا، يعني الحمد لله على السلامة، وشكرا لوجودك معنا. وإحنا اللي عرفنا برضو إن إحنا اقتنصنا هذا اللقاء قبل لا تجي علشان حفلك الغنائي في أوبرا اللي يكون تاريخ إن شاء الله 21/5. يعني إحنا جبنا لكم الفنان الكبير هاني شاكر، وراح نتكلم عن كل الأخبار اللي تهمكم، وتواصلوا معنا بتويتر أو الإنستغرام على هاشتاج ليالي الكويت، وإذا عندكم أي أسئلة راح نوصلها لفناننا الكبير. خلنا أقول أول سؤال، أول سؤال، أول سؤال مشاهدينا، أول سؤال قلبي كذي يعني تعبان. ثلاث أفلام روعة، ثلاث أفلام روعة، اللي هم طبعا هذا أحبه وهذا أريده، تمام، وعندك طبعا عايشين للحب، وأيضا عندما يغني، يغني الحب، الحب، يعني أفلام في سنوات فعلا كنا محتاجين، قليلة على فكرة، صح، في البدايات كلها، فعلا كنا محتاجين هاللون يقدم بالسينما المصرية. بعد ذلك انت وقفت، ما قمت تكمل يعني كممثل، تمام، مع العلم طبعا في من جيلك وايضا فنانين ثانيين كملوا، منهم طبعا عمر دياب كان يمثل ويغني، لكن احنا كنا حابين تكمل. يعني انا عايز اقول لك، هو الفيلم الغنائي من بعد الفترة دي اختفى شوي، صحيح، يعني بقى في اهتمام بأفلام كوميدية أكتر، اهتمام بأفلام عن الجاسوسية أكتر. لو تفتكر الفترة دي زمان، حوالي 25 سنة كده أفلام عن المخدرات، صح، سجون، يعني بعد شوية الـ يعني ابتعدت السينما، بعدت عن الرومانسية، عن الأفلام الغنائية وكده. طبعا وخلال الفترة دي ظهر حاجات بتعوض الجمهور، يعني الفيديو كليبات ابتدت تظهر كتير على الساحة، فما بقاش خلاص في حاجة يا عبد الله انك انت تعمل فيلم غنائي، صح. التلفزيونات، القنوات الغنائية الكتير، كل ده عوض الناس عن الفيلم الغنائي. وان كان انا بقول انه يعني الفيلم اللي فيه غنى حقيقي مفتقدينه على الساحة أمان لحد النهاردة بصراحة. بس تتوقع لجمهوره، يعني ممكن لو تم انتاج فيلم غنائي بالسينما ممكن الناس تروح؟ هو مخيف، مخيف شوية الفكرة، لكن ممكن الكلام ده يحصل في مسلسل غنائي، يعني مسلسل للتلفزيون، وفي تحضير الحقيقة لمسلسل أستاذ أيمن سلامة، يعني السيناريست والكاتب الكبير عامل لي فكرة حلوة قوي قوي، وهيبقى فيها من خلالها أغاني. أعتقد ده الأقرب لقلبي أكتر دلوقتي، لكن حقيقي فكرة فيلم غنائي في وسط الأفلام الأكشن والجو العام، يعني ما أعتقدش الناس حتى يعني جمهور السينما حيقبل على فيلم غنائي. بس أنت حتى أستاذ هاني، يعني أنت بدعت حتى في المسرحيات، يعني عندك مسرحية سندريلا مع الفنان الكبير حسن حسني، وعندك مسرحية وحيد مصر سيف يا عبد الله مع أستاذ وحيد سيف، صح، زين، يعني هذا اللي دخلت، ونيلي طبعا دخلت هذا المجال أيضا بقوة بعد، لكن ما استمريت فيه مجال المسرحية. المسرحية شنو كانت مشكلتها في ذاك الوقت؟ والله برضو المسرح الغنائي برضو نفس الحكاية، يعني عايز اقول لك انت الناس تروح اكتر للمسرحيات الكوميديه، صحيح، ما بقاش في مسرحيات فيها غنى وكده، بدليل انه مش انا بس اللي ما عملتش مسرح، لا، ومعظم المطربين والمطربات في التوقيت ده ما حدش عمل مسرح كتير. يعني هي في السبعينات بس على فكره يا عبد الله، بعد كده اختفى برضو المسرح الغنائي، يعني بقى في الكوميديا اكتر هي السائده في الوقت ده. طيب أستاذ هاني، إحنا راح نرجع معاك للبدايات. حضرتك بلشت تظهر على الساحة من وانت طالب بالكونسرفتوار، وكنت هذا الشاب الوسيم الصغير اللي طالع من ضمن العمالقة الكثر اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت، يعني بالألف وتسعمية وسبعين كل عمالقة وأهرامات الفن العربي كانوا موجودين، بالكلمة واللحن وأيضا الأداء، تمام. شلون قدرت أنك تناطح هؤلاء النجوم الكبار؟ والله بص يا غدا، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنا الحقيقة يعني أقرب الناس لي أمي حبيبتي الله يرحمها في التوقيت ده، بتقول لي أنا ما كنتش متخيلة أنت سرعة النجاح اللي هتطلع بيها كده بسرعة في الوسط الفني. أنا كنت متخيل أنك هتقعد مثلا
10 15 سنة على بال ما تبتدي تتعرف يعني تتعرف. الطبيعي الطبيعي انه على بال ما الناس تبتدي تعرفك وتحفظ لك اغاني. انا عايز اقول لك مثلا انا طلعت في 74 ودخلت الجيش 77. الثلاث سنين دول مش قادر اقول لك كم الحفلات اللي عملتها، كم الاغاني اللي اتعملت، الثلاث افلام اللي عبد الله ذكرهم اتعملوا في التوقيت ده. ودخلت الجيش وجات المقاطعة العربية كمان في نفس التوقيت ده تقريبا، فترة صعبة جدا. 10 سنين ما فيش خالص حفلات في اي بلد عربي، ما فيش اي انتاج. وقتها انا يعني مؤخرا كده ابتديت افكر في ان انا اعمل شركة انتاج خاصة بي انا، لان وقتها ما كانش فيه برضو انتاج كتير شرايط كده. فهي كانت فترة صعبة الحقيقة، لكن الشوية اللي اشتغلتهم في البدايات لا طبعا يعني انا سافرت معظم البلاد العربية، عملت فيها حفلات، كانت البداية قوية قوي الحمد لله، قوي قوي قوي. والحقيقة يعني لازم برضو اذكر مطرباتنا الكبار الجمال اللي كانوا في التوقيت ده، اللي وقفوا جنبي ووقفوا معايا. وكان هاني شاكر الصوت الجديد كان هو العامل المشترك الأعظم في كل الحفلات، يعني كلهم ربنا يرحم اللي رحلوا عن عالمنا ويدي الصحة للي موجودين، كلهم كانوا بيشترطوا إن كل حفلة لازم هاني شاكر يبقى موجود معهم سواء في مصر أو برا. كانت واقفة معاك أفندم؟ أكثر نجمة كانت واقفة معاك، أكثر نجمة كانت واقفة معاك من دعم معنوي. هما اتنين الحقيقة ما أقدرش أنسى ابدا، فنانتنا شاديه الكبيره ربنا يديها الصحه يا رب، وورده الله يرحمها رحمه الله عظيمه، ورده دي حبيبه قلبي كمان يعني فعلا اكتر ناس وقفوا جنبي وساندوني وساعدوني وكانوا زي ما بقول لك بيشترطوا كل حفله هاني لازم يبقى موجود. طبعا انا لما بغني على جمهور العمالقه دول اكيد ده بالنسبه لي انا بتبقى فرصه، بس ده حاجه برضو مرعبه يعني طبعاً. انت جاي جمهور راح يسمع وراك النجمه الكبيره شاديه او ورده، فناس سميعه، ناس ذويقه جايين يستمعون طبعاً. لهذه الفنانه الكبيره، وانت تفتتح الحفله ترى مسؤوليه كبيره طبعاً. يعني مسؤولين. كانت ملقاه انا وقتها كنت بغني يعني مش زي الالوان الغنائيه اللي بتشوفيها دلوقتي اللي بتعتمد على الرقص اكتر، على المطرب اللي بيستعرض عضلات، بيستعرض يعمل شو، رقص بيعمل شو، بيستعرض لبس، بيستعرض ناس في اللوكيشن بنات بترقص معاه. يعني الفن الاستعراضي ده له ناسه. وقتها لا انا كنت لايق على الفتره دي يعني انا كنت لايق على الجمهور اللي بيسمع النجوم الكبار دول، لان هم كانوا بيغنوا طبعا. هم ما كانوش بيعملوا استعراض، ما كانوا طبعاً. كان الناس اللي بتروح تسمعهم بيروحوا يسمعوا هنا. استاذ وطبعا هاري. مين اللي اكتشفني؟ سوري يا عبد الله. أيه. طبعا في البدايات استاذ الموجي الله يرحمه اكيد اللي قدمني، استاذ محمد سلطان وقف معايا وقدمني في اكتر من لحن بعدها، استاذ خالد الامير ربنا يديله الصحه يا رب. فيعني التعامل مع ملحنين كبار قدمني بشكل جميل للناس. حلو. قدمت أغنية هي اللي كانت سبب الشهرة مع الفنان الراحل محمد الموجي، حلوة يا دنيا. حلوة يا دنيا. هذه اللي علقت مع الناس وضربت. بس أكثر واحدة يمكن قربتك من الجمهور يعني الشاب كانت كذا برضو يا أمر. تمام. أنت مذاكرة كويس يا غالي. عايزين بعد الوقت نسمعها معك. طلع سي في كويس. أيوة بالضبط. تابع. إحنا متشرفين اليوم. حاضر يا حبيبتي حاضر. يلا شباب يعطيكم العافية. تحية كبيرة طبعا أنا بحيي الأساتذة، سعيد أنهم معايا النهاردة جدا جدا ربنا يخليك. يسلم هالصوت. أنا عايز أقول طبعا تحية مني أنا الأستاذ صلاح فايز مؤلف الكلمات وحبيبي خالد الأمير، ده كان أول لقاء لي مع خالد الأمير على فكرة. نعم. واستمرت طبعا بعد كده كان في نجاحات جميلة قوي بعد كده، بس دي كانت البداية. دي كانت البداية. سبحاني. عندنا بعد ابنك عبد الله، وإذا معانا طبعا زملائنا بالإعداد مجهزين، عندنا في الفترة هذه فترة تخير. السبعينات كان لك زيارة لدولة الكويت. الله. وأنا من ضمن الأرشيف شفت لك لقاء بتلفزيون الكويت مع طبعا الرائعة الكبيرة أمينة
الشراح نوجه لها تحية كبيرة طبعا. أستاذة أمينة، وأنت كنت صغير ويعني في بداياتك. لا زال صغير أنا وأمينة، لا زال جميل ما شاء الله. مش أنا بس يا غادة، أنا وأمينة كنا صغيرين. ومش لازم تقولي من قد إيه لو سمحت. لا لا مش هتكلم عن التواريخ. ما راح نقول المدة. أو النبي عبد الله ما راح نقول السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها. لا علشان نبقى صريحين، من 5 سنين. ما عشان خاطرك أنت. يلا أوكي. إنزين كان لك تعاون غنائي كويتي مع طبعا الأستاذة ليلى عبد العزيز. تمام. أنا خاطري إذا الأغنية جاهزة بس نذكر الأستاذ هاني فيها. يا ريت. تتذكر أنت الفترة هذه يعني؟ تتذكر طبعا، بس لما أنا الغنوة طبعا بقالي سنين ما لأن أنا ما كانش عندي تسجيلها بعد كده يعني. طيب الأستاذة أمينة سألتك سؤال اسمها يا غسين الحنة أعتقد. أيوة مضبوط. أعتقد سألتك سؤال، وتحية طبعا لحبيبتي الأستاذة ليلى عبد العزيز. أكيد تحية الفنانة كبيرة الفنانة الجميلة. نسمعها نذكركم ونذكر الأستاذ هاني فيها. ياريت ونروح تحتفظ بأرشيفه الجميل. الله يعطيهم العافية. ما نستغنى عنهم، ما نستغنى عنهم أبدا. وهالتعاون الجميل بيننا وبين إذاعة دولة الكويت، وهذه الأغنية يعني ما شاء الله الأداء والصوت واللحن والكلمة جميلة كده. يعني الخشب ما تغير الصوت، ما تغير الصوت، ما تغير الأداء ما شاء الله. بس سألتك الأستاذة أمينة سؤال، قالت لك ليش المطربين ياخذون الأغاني الخليجية ولما يروحون مصر ما يغنونها بحفلاتهم؟ وأنا بعد هالعمر هذا أرجع وأسألك نفس السؤال، ليش ما تغنون هذه الأغنيات في حفلاتكم العامة؟ والله بصي هقول لك، يعني قد يكون يمكن اللهجة شوية في مصر مش كل الناس بتفهم قوي خليجي حتى الحين بعد هالانفتاح الكبير. والله لا طبعا في ناس خلط الدراما على بعض مع السينما كذا، في ناس كتير بتسمع الكام سنة اللي فاتت كمان فعلا ملحوظة حلوة قوي عبد الله، موضوع الدراما اللي بقت فيها اكتر من لهجه واكتر من ممثل. صحيح. من اكتر من بلد عربي، دي قربت شويه الناس لبعضها. لكن قبل كده انت بتتكلمي في المرحله البدايات دي ما كانش كل حد بيقدر يعني يفهم قوي اللهجه الخليجي او يعني يعرف المعاني او كده. نعم. يعني وبيني وبينك يعني برضه الله حسيب عليك، في تقصير. انا ما اقدرش اقول لا، يعني انا عامل شريط خليجي السنه اللي فاتت. نعم. غنيت منه حاجتين في مصر في دار الاوبرا، لكن مش كل حفله ما اضحكش عليكي بغني الخليجي، لان زي ما بقول لك برضه بيبقى الناس يعني اللهجه بالنسبه لهم بتبقى شويه صعب. يعني الله حسيب عليك هذه اغنيه طبعا انت غنيتها. طبعًا. شو صار التعاون ما بينك وبين الملحنين هنا عندنا في الخليج؟ والله بص هقول لك، هو طبعا هو كان الشريط كله كلمات أسير الرياض الشاعر السعودي وألحان خالد جنيدي الملحن. نعم. المصري. نعم. وعملنا تركيبة توليفة كده ما بين اللهجة الخليجي والأرتام المصرية، لأن مش كله مش كل الشريط أرتام خليجي. صح. فكانت تركيبة غريبة كده. وديناه طبعا وقتها ما يعني حسيت في صعوبة أثناء الغناء ولا عادي أمانة يعني؟ بأمانة شوية يعني، كنت طبعا محتاج حد يبقى معايا عشان اللهجة في الاستوديو بصراحة. برافو. الكذب خيبة. بس برافو بس بمدح. الكذب خيبة يا عبد الله. لا يعني جبت حد طبعا كان معايا عشان يعني أتقن مخارج الحروف وكذا مع أثناء التسجيل بالاستديو. وإحنا شفنا يعني نجوم مصريين كبار غنوا الخليجي، منهم طبعا الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ. أغنية يا هلي اللي تعتبر يعني بصمة عندنا. أكيد. في الأغنية الخليجية. أكيد. حتى اللبس الشعبي الكويتي يعني جميلة. أتذكر إذا ما خانني يعني الذاكرة ما خانتني، حضرتك أيضا لبست مرة قطرة وعقال في السعودية. في السعودية. خلينا نشوف الصورة. لا هذا عبد الحليم، نبي الأستاذ هاني. شوف فريق الإعداد عندنا كل شيء عندهم موجود. شوف هالصورة. أيوة بالضبط في السعودية مع البشت. والله شكلك كويتي. صدق ينغلط فيك شكلك كويتي. ينغلط فيا كويتي. احنا نقول كويتي لزقرت ماك تشيكن يعني. يا حبيبي يا الناس الكل ماك تشيكن حبيبي. طيب استاذ هاني، انت لما اعدت غناء يا هلي في تسجيلات عندنا بالكويت وبعض الحفلات، شلون لقيت الجمهور وطبعا تقبله لهذه الاغنيه القديمه من صوتك انت الجميل؟ لا لقيت طبعا اقبال جميل جدا جدا. عايز اقول لك اصل هي الغنوه في حد ذاتها لها سحر حقيقي يعني عبد الحليم الله يرحمه اما غناها دي بصمه كبيره
للغنوة وأنا أعتقد أن كل الخليج مش بس في الكويت حبوا الغنوة من صوت عبد الحليم. صح. يعني وأنا واحد من جمهور عبد الحليم، واحد من الناس اللي بتحب صوت عبد الحليم، فحبيت الغنوة أنا كمان جدا معه. طبعاً صح. غنيت بالأحضان بالضبط. أنا صغير بس معك. كنت أيام في الكورال وقتها اللي يغني للأطفال. وقتها ما شاء الله ما شاء الله يعني ولما شفته من بعيد كده يعني مش قادر أقول لك قد إيه كانت السعادة اللي عندي والله يا عبد الله بجد. يقولون فعلا له الكاريزما هذه، هالهالة الكبيرة اللي يعني تميز عبد الحليم عن باقي النجوم، حسيتها شخصيتها لما التقيت فيه؟ أسلوبه تعامله. طبعا هو كان كاريزما كبيرة جدا جدا، وله هالة وله هيبة، ويعني أنا على حبي الكبير لي قوي دي أنا اتكسفت أروح أسلم عليه. ما سلمت عليه يومها؟ كنت محرج منه. وطفل صغير برضو يعني ما كانش عندي الجرأة أن أنا أعمل ده. صح. لأنه يعني بالرغم من زي ما بقول لك أنا ودايما بقولها على فكرة، ومش يعني ومش مجاملة لعبد الحليم حافظ، أنا لولا صوت عبد الحليم حافظ أنا ممكن جدا ما كنتش اكتشفت أن أنا صوتي حلو بعرف أغني. من كتر ما أنا عندنا هذه الصورة الجميلة بس ده مش أنا على فكرة. هذا عماد حمدي؟ لا ده عماد عبد الحليم. عماد عبد الحليم الله يرحمه. ناس كتير بتتلخبط في الصورة. لأن نفس الشكل نفس الشكل نفس تسريحة الشعر. بس أنا كان شعري أطول شوية وأنعم شوية. ربنا يرحمه طبعا. أستاذ هاني طبعا احنا شفنا ما شاء الله صورك وأنت لازلت وسيم، أنا قلت حق هذه قبل شوي ما شاء الله تبارك الرحمن دقينا على الخشب. قاعد يقول لي خاطري لما أكبر أكون نفس الطريقة. والله العظيم هذا جميل يا عبد الله والله. يعني الله يحفظك ما شاء الله تبارك الرحمن قدوري أمانة. أنا أشوف شخص يعني أكبر مني وتعلم من الجنتلة يعني والمحافظة ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن خلت تكلم أستاذ اليوم إيش كثر وسامة ما نتكلم غير إيش كثر وسامة تأثر على الجمهور، تستقطب الجمهور، تخليك أنت نجم رغم أن نقول صوتك مثلا ما يكون روعة ممكن تصير نجم، خصوصا احنا قاعد نشوف برامج الهواة الحين يعني قام يختارون الشكل والصوت، لكن في الجيل القديم في جيلكم ما كان هذا الشيء موجود. لا ما كانش موجود. ايه فعشان كده احنا عاوزين نوضح. لا زمان كان الصوت صحيح ده اللي انت مطرب يبقى لازم يبقى صوتك حلو. بتغني في اذاعه بتغني في تلفزيون، حته الشكل دي مش 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 ورده. لكن انت النهارده فعلا بتعتمد على الصوره، عشان كده زي ما كنت بقول بتعتمد على الشكل، على منظر جسمك، على وسمتك، على لبسك. على الديكور اللي بتغني فيه، على البنات اللي بترقص حواليك. الشو ده ما كانش موجود قبل كده. الشو ده على فكرة مش بالضرورة يكون صوته حلو أو صوتها حلو. يعني مادام في مكملات أخرى في عناصر تحسن الصورة فمش مهمة قوي الصوت. وده طبعا برضو دي مشكلة. احنا معانا اليوم صوت من ذهب بصراحة ونبي نسمع وعايزين نسمع اكثر قدر ممكن من الاغنية. وانا عايز اتكلم معاكم اكثر. احنا ما نبي نتعبك بس حابين نسمع صوتك. عايزين نقول ايه؟ عايزين يا حلي بما ان تكلمنا عن الراحل عبد الحليم وبعد ما نخلص نرجع برضو للزمن الجميل. حاضر حاضر يلا اسد. ما شاء الله بني خليك. دائما الناس تحب المقارنات، ويعني لما غنيت هذه الاغنيه قارنوا بين الاداء الراحل طبعا الكبير عبد الحليم واداء حضرتك، وانت اساسا اول ما ظهرت على الساحه كان في مقارنه دائمه مع هذا النجم الكبير. ممكن تظلمك هذه المقارنه ولا ايه هي سبب في شهرتك نوعا ما؟ لا انا بشوف انها مقارنه ظالمه بصراحه، لانه طبعا يعني اما يبقى في مقارنه بين هرم رابع فني كبير زي عبد الحليم حافظ، لما يبقى في تاريخ كبير زي عبد الحليم حافظ وانا كنت لسه صوت جديد طالع على الساحه، فاعتقد ان كانت المقارنه طبعا بالنسبه لي انا ظلمتني، لانه ما ينفعش اتقارن اساسا بعبد الحليم حافظ. لكن هو يعني في ناس اخذتها يمكن بخف الدم كمان. يعني عملوا مواقف تحسي انها يعني هزار بس
في النهاية هي برضو مناغشة لعبد الحليم حافظ يا حبيبي. بس لك تاريخ فني طويل يعني من 72 أستاذ هاني، يعني ما شاء الله تبارك ربنا يخليك. لا أنا بتكلم يعني على وقتها كمان، إنه لا يعني ناس كتير ابتدت تتكلم وكلام أنا ماليش يد فيه يعني. بس هو صحيح. للأمانة أكيد شافوا فيك جزء من عبد الحليم. صحيح. يمكن حنية الصوت طبعاً. يمكن اللون أنا الغناء. أنا بقول أنا تلميذ في مدرسة عبد الحليم حافظ وما زلت أنا يعني حقيقي يعني أكيد، لأن كمان الموجي اللي اكتشفني. نعم. فطبعا أستاذ العظيم ربنا يرحمه الموجي. نعم. هو كان تقدري تقولي هو الأستاذ كمان لعبد الحليم حافظ. صحيح. فإحنا الاثنين نفس المدرسة. نفس المدرسة بالضبط كده. حلو. طيب أستاذ هاني، بما أنك قلت على المناغشات والأمور اللي خصوصا كانت في الصحافة يعني بذاك الوقت تحب أن هي تتكلم فيها، أنا من الأرشيف اللي قريته أنه كان في واقعة صراحة استغربت لها على أساس أن هي كذبة إبريل. قالوا ان في زماره بلاعيم او حلق الاستاذ الكبير هاني شاكر وعبد الحليم عايز يشيل هذه الزماره. شنو القصه هذه الغريبه العجيبه؟ والله قصه مضحكه وناس كتير صدقتها على فكره، يعني دي مش حقيقيه. لا يعني في زماره العمليه ولا شيء بالمنده عمل الاستاذ نبيل عصمت طبعا الكاتب الكبير ربنا يرحمه يا رب، عملها نكتة وقال حتى في الصفحة عنده من تحت عزيز القارئ لا تصدق كل ما يقال لك اليوم ممتاز. فاليوم كذبة إبريل، محدش خد باله خالص من الجملة دي. والناس كلها ركزت على أنه عبد الحليم حافظ عامل مؤتمر صحفي وجايب هاني شاكر عشان حيمد إيده في زوره ويطلع الزمارة اللي بيقلد بيها الصوت. بص الناس كانت رايقة إزاي ومشت العالم، والعالم يمكن تشوفك بالشارع تقول لك الافات مؤلفه على معهد الموسيقى العربيه. بجد الافات الشارع وقف. نعم. من الزحمه والجرائد الناس صدقت والقرنان وكل حاجه كله صدق انه فعلا في زماره انا حطيتها في زوري، زي هي خد الفكره بتاعت محمود شكوكو حبيب الله يرحمه انه بيقلد العروسه كده بالزماره دي، فقال لك في زماره حاططها بتقلد صوت عبد الحليم. وفي كلمه مشهور عندكم اطلع زماره رقبتك، مشهور عندكم مصر اطلع زماره رقبتك بالظبط. فلا هو يقصد كده الزماره دي اللي هي زي بتاعت شكوكو كده اللي انا حاطط حاجه صفاره. ناس كتير صدقت وعبد الحليم طبعا حبيبي زعل من الحكايه. زعل من نبيلة عصمت. هي كانت كوميديا بس يعني ما عجبته. لا ما عجبتوش. طيب احنا دائما نقارن بين هاني شاكر وبين عبد الحليم حافظ، او جرى العرف ان دائما نتكلم عن العندليب الاسمر، بس اللي انا عارفه واللي بعض الناس يمكن ما يكون عندهم معلومه ان كان لك علاقه ايضا مع الراحل الكبير فريد الأطرش وكان طبعا. ممكن يقدم لك لحن. هو كان وعدني فعلا بده حقيقي. شنو العلاقة وشلون تعرفتوا على بعض؟ والله تعرفنا على بعض يعني عزمني أكتر من مرة عنده في البيت، بيبقى بيعزم فنانين. هو حقيقي لما كان بيجي الله يرحمه موسيقارنا الكبير فريد الأطرش بيحب الونس وبيحب العزايم، يحب يشوف أصحابه والناس اللي بيحبهم صحفيين وفنانين. فالحقيقة يعني شفته أكتر من مرة وعزمني في بيته أكتر من مرة ووعدني انه يحضر لي حاجه حقيقي. وليش ما صار؟ ما يعني شو المشكله؟ ما حصلش نصيب وتعب بعدها بشويه وتوفى يعني ما تمش العمل. لا ما تم هذا الشيء للاسف يعني للأسف. احنا خساره للجمهور طبعا. طبعاً. لكن بس كان فنان جميل قوي وطيب جدا. تعلمت منه شيء؟ طبعا اتعلمت منهم كلهم على فكره يا نادى. اتعلمت منهم الاحترام، اتعلمت منهم ال يعني انه الفنان ده تحسي انه عايش في محراب كده بس الفنه والجمهوره وبيقدم لهم احلى ما عنده. وشفتهم انا غنيت معاهم وغنيت مع استاذ فريد في حفله من حفلات وغنيت معاهم كلهم، شفتهم ازاي قبل ما يطلعوا على المسرح بيعملوا ايه. حاله القلق اللي هي عندي برضو انا لقيت نفسي كده في البدايه حتى يعني اللي هي من اول حفله ما هو حفله لكن لك ايضا والله ولحد اخر حفله حاله القلق هي مش هقول انا اتعلمتها منهم، لكن هو فعلا الفنان اللي بيبقى حريص على جمهوره حريص على فنه بيبقى قلقان لحد يعني عشان عايز دايما يكون في احسن وابهى صوره. ما احنا قلنا طبعا عاصرت كبار الفنانين لكن ما تكلمنا عن الفنانه اللي كلنا نحبها الست يعني طبعا. انا للاسف حظي وحش اني ما شفتهاش.
ما شفتها خالص للأسف الشديد. راح نرجع بعد هذا الفاصل، خلينا نشوف الفاصل والتقرير معانا مشاهدينا، ونرجع نكمل معاكم الليلة الجميلة مع الفنان الكبير هاني شاكر. لسه فاكر قلبي يدي لك أمان من الحاجات الجميلة الله طبعا الله. قوي قوي، لا لها لها حاجات كتير حقيقة قوي. طيب أستاذ هاني، يعني إحنا صراحة وايد قاعدة تينا أسئلة وطلبات، مو بس أمير الأغنية العربية لكن فنان من الفنانين النوادر ببساطة، هو دكتور بالغناء ويتحكم بمشاعر قلوبنا. يا حبيبي تخيل، ترى على فكرة يعني كلام الأخت صحيح 100%، لما أنت بتغني ممكن تنزل الدمعة من عيوننا، لما تغني بنعلي الضحكة هي معاك، فهذه أمور يعني صعب أنك تتحكم بصوتك لهالدرجة أنه يوصل للقلب على طول ونعيش الشعور معاك. هي بتبقى كيمياء برضو زي ما بقول كده، يعني بينك وبين الناس. أوقات كتير يعني بيعجبني قوي أن أنا ناس تقول لي أنت عايش معانا، أما بتحزن بنحزن معاك، أما بتفرح بنفرح معاك. حلو العلاقة اللي بين الفنان وجمهوره دي تبقى صح. علاقة جميلة أكيد صح. نحسين ببعض. الأغنية غلطة وأنا جاي والله فيها ولا غلطة والله العظيم لا لا فعلا يعني والله أستاذ هاني غلطة ندمان عليها، يعني الأغنية هذه للحين أتذكر الكليب مالها شكله وفعلا حزينة، وهذه أنا شخصيا يعني فعلا تنزل دمعتي يا حبيب قلبي. والله انا ما راح اتعبك واقول غنيها امانه والله، بس احنا بس هي غلطه غنيتها. ليش انا حسيتها قويه؟ انت غنيتها لمن يعني؟ غلطه ندمان عليها. مش لحد، مش لحد، بس الكلام قوي قوي، اللحن قوي قوي، عماد حسن عامل الكلام، محمد ضياء الدين الكليب روعه، عامل اللحن رائع والتوزيع، طارق العريان مصور الكليب تحفه. انت الفتره هذه بالذات استاذ هاني يعني كان لك تعويض درامي عن الأغنية، عن قصدي الفيلم السينمائي الغنائي، عن المسرح الغنائي، من خلال كليباتك هذه قدرنا نشوف دراما محبوكة من الألف إلى الياء بهالأربع دقائق أو هالخمس دقائق اللي والحقيقة مرنا. فعلا زي ما حضرتك تفضلت يا غادة، الفترة دي أنا تصور لي دراما كتير. يعني قد يكون الناس فاهمين برضو أن أنا ما كانت الشرائط اللي بتتعمل ما كنتش بعمل فيها إلا الدراما، لا لكن هو كان اللي الناس بتبقى مستنياه وبتبقى حباه أكتر أنه يتصور الدراما. الدراما يعني غلطة وتخسري ولو بتحب حي صحيح أو نجمات يعني نجمات مثلا أنا أول مرة أشوف غادة عادل كانت من خلال كليبك. أنا أول مرة أشوف عايز أقول زينة أنا والمخرج اكتشفنا غادة عادل بالضبط من بعدك نجمون ما شاء الله. نجمون ما شاء الله. طيب إحنا بس طالبين منك أغنية لو تغني لنا إياها فالت من غير موسيقى يرتني. أنا يا غادة حاضر فالت من غير موسيقى. يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتمد، يا ريتني عرفتك من زمان من زمان تيرارم، ما كانش أمل في حياتي تد، ما كانش الدمع جرح للخد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان تيرارم، ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب، ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب، كنت لقيتك وانت لقيتني، كنت هويتك وانت هويتني، يا ريتني. الله 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 الله، يا ريت الهوى يوقف شوية. شوف يعني شوف يعني استانسوا اليوم على الأغنية هذه لأنه بدون موسيقى، يحبوا يسمعون صوتك على الصافي بدون موسيقى. يا حبيبي ما شاء الله تبارك الرحمن، كتير بتعمل كده. يعني أنا في حفلة من الحفلات بالمصادفة يعني النور قطع، دي كانت قريبة السنة دي، فأنا مش عايز يعني الناس تزهق. النور موجود بس كهربة المسرح بتاعة الأجهزة والسماعات تعطلت، فرحت رايح واقف مع الناس، قربت من المسرح خالص وغنت لهم من غير مزيكا ومن غير ميكروفون حتى. حلو. مش قادر اقول لك يا عبد الله الناس انبسطت قد ايه.
يعني بعد كده ما كانواش عايزين الفرقه تشتغل. حسوني انا مجال نور ما كانواش عايزين الفرقه تشتغل. والله حسوني كنت قريب بالنسبه لهم استاذ. بقول لك من غير خالص مزيكا صح. هو طبعا بيبقى طعم تاني حقيقه. الله يعطيك العافيه ربنا يخليك حبيبي. وانت مع الغناء الدرامي القوي اللي قدمته لجمهورك ايضا قدمت الاغنيه الوطنيه بشكل راقي جدا، يعني علاقه حب علاقه عشق بينك وبين تراب هذا الوطن الجميل. اكيد طبعا. يعني احنا طبعا يعني ده تاريخ الاغاني بلدنا اكيد طبعًا. ام العرب طبعًا. كلها حبيبتي ربنا ام الدنيا وام العرب يعني الشقيقه الكبرى دائما نسميها، لكن هي بمثابه الصدر الحنون لكل الكويتيين ولكل العرب. هو في عنده اغنيه قويه بس دام استاذي انت تكلمت عن الجيش قبل شوي زين، اكيد الحين مصر طبعا تمر بظروف صعبه خصوصا بعد حادثه يعني شهداء ربنا الواحد يرحم شهدائنا جميعا يا رب. وانت طبعا اعتقد استاذ سويت اغنيه اعتقد عن الارهاب. عملت اكثر من غنوه أيه؟ بس هو مؤخرا نزلت غنوه كنا عاملينها من فتره واتعمل لها كلمات ستوري بورد كده ونزلت كلمات الاغنيه. سماعك دخول هو بيقول حقك عليا ما اقدرش اشوفك كده، قلبك يبات موجوع بالشكل ده، اهو انا عليا اموت وما تبكيش، انت اللي باقيه يا مصر واحنا الفدا. هسمعك منه جزء كده في الاولاني. حقك عليا ما اقدرش اشوفك كده، قلبك يبات موجوع بالشكل ده، حقك عليا ما اقدرش اشوفك كده، قلبك يبات موجوع بالشكل ده، اهون عليا اموت وما تبكيش، اهون عليا اموت وما تبكيش، انت اللي باقيه يا مصر واحنا الفدا، انت اللي باقيه يا مصر واحنا الفدا. ليش الاغاني الوطنيه؟ ما شاء الله تشجيع اليوم جمهور. استاذ ليش اغاني الوطنيه فعلا تحرك الوجدان تحس كذي شعر جنبك يوقف؟ والله العظيم اكيد يعني فعلا بتبقى من القلب. والله يعني عايز اقول انه يعني تاريخنا القديم والجديد بيتسطر في الاغاني الوطنيه حقيقي كل بلادنا العربيه مش بس مصر صح. وان كان في وقت من الاوقات عايز اقول انه يعني عبد الحليم ورفاقه العظام في التوقيت ده، عبد الناصر الله يرحمه الزعيم الكبير العظيم، استغل الفن في انه يشكل وجدان المصريين والعالم العربي في التوقيت ده، وده ذكاء ويأرخ لحقبة مهمة جدا. طبعا ده ذكاء يعني الأجيال القادمة عرفت الثورة وتاريخها والأيام اللي عاشوها بالزبط. مثلا الضباط الأحرار من خلال صح. السينما ومن خلال الأغنيات الجميلة طبعا كلنا سمعنا السد العالي زمان، كلنا سمعنا عن المسؤولية والمطلوب من الشعب المصري وقتها يعني عايز أقول ده زي فعلا كتاب تاريخ كده، تفتح الاغاني دي تعرف مصر كانت بتفكر ازاي، كانت عايزه ايه، زعماءنا دول كانوا بيعملوا ايه صح. من خلال الاغاني حتى الاغاني في مجال الحين انه يكون يعني ما شاء الله انتم بعد محظوظين بسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يديله الصحه يعني هو عليه يعني حمل كبير جدا بمكافحه والله الارهاب. والله يا غاده قلبنا مع كلنا وحياه ربنا، لانه انا عايز اقول حاجه يعني انا مش عايز اتكلم في السياسه كتير، لكن بجد مصر وبلادنا العربيه وان كان مصر اكتر اللي بتمر بيه ده ما مرش علينا قبل كده في حياتنا صحيح. يعني احنا بنتحارب اقتصاديا فنيا سياسيا صحيح. عسكريا كمان دي جديده، عسكريا انت بتتحاربي من ناس جوه البلد مش عدوك بره البلد وانت بتعملي له يعني. استعدادات واحتياطاتك ليه، لا ده الاخطر انه ممكن يكون جارك صح وجنبك وعربي وهو عدوك وانت ما انتش عارفاه صحيح. لا مصر طبعا ومع ذلك عجله الانتاج مستمره وعجله التقدم مستمره وعجله الاقتصاد مستمره ودي عظمة الشعب المصري. أنا أكيد. عشان كده بقول بجد الواحد فخور أنه مصري وفخور أنه عربي
وفخور ان في بلاد عربيه جميله زيكم. واحنا فخورين اصلا انت موجود معانا اليوم في اهل الكويت. والله جد يعني تقول حضرتك يعني دائما مصر هي بلد الرجال ومصنع الرجال هو أكيد الجيش أكيد المصري. أكيد شكرا لك على هالسكوب اللي عطيتنا اياه، لان لاول مره يتغنى بهذه الاغنيات اللي او هذه الكلمات اللي راح تطلع ان شاء الله للنور على شكل غنائي. نزلت في التلفزيون المصري. نزلت بالتلفزيون المصري والاول مره يغنيها هاني شاكر عندنا بتلفزيون الكويت. يسعدني يا غاده، يعطيك العافيه وشكرا لك. وراح نطلع هذه الفقره مشاهدينا ونرجع لكم بعدها، فخلكم ويانا. شو السالفه؟ أنا الحين تلقى الجمهور فعلا الحكاية عندها معالية. كل الجمهور اللي قاعد يتابعنا أمانة، جمهور لأهل الكويت الكل مبسوط أكيد. الحمد لله في وجودك معانا اليوم. لكن الجمهور الله إننا معكم كمان يا الجمهور الله. لحق عليك إنه يعرف عنك كل شيء حتى هواياتك، وسمعنا والعصفورة قالت إننا عندك هوايات من ضمنها شنو؟ جمع يعني الساعات الثمينة وأيضا السيارات. شنو الهواية الحلوة هذه؟ حلوة ومكلفة ومدياني بداية. مدياني بداية حلوة طبعا بس مكلفة قوي قوي. شلون؟ حقيقي أنا طول عمري بحب العربيات بجد، يعني من 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 أسعد أيام حياتي وأنا نازل بشتري عربية جديدة، عربية نفسي أركبها. لا أنا بحب العربيات على فكرة، يعني انا العربيه بالنسبه لي مش مساله ان انا بجيب عربيه عشان توصلك بيها مشوار توصلني. بتحب سيارات الكلاسيك؟ لا لا بحب كله. والحمد لله ان انا يعني ربنا اداني الفرصه والنعمه ان انا ركبت عربيات كتير قوي قوي من بداياتي. حلو. فعربيات كتير قوي يعني ركبتها، السبور والكلاسيك والصغيره والكبيره والفور باي فور، يعني العربيه بالنسبه لي بقول لك بحبها تحفه فنيه، يعني اقعد اكلمها وانا بسوقها وطبطب عليها. ناس بتفتكرني ممكن اتجننت، لكن بجد انا بحس انها بتحس بيا كمان. انا عندي نفس الهوايه هذه والساعات. والله والساعات والساعات ربنا ما يوريك. شلون ربنا ما يوريك بقى يا عبد الله. لا طبعا هوايه برضو مكلفه جدا جدا. وانا بشوف ناس مثلا يعني بالنسبه لهم الساعه دي ما تفرقش خالص ومش مش مهمه. لا انا بالنسبه لي الساعه مهمه جدا جدا. يعني انا وانا ببص في الساعه انا بحب قلب الساعه حلو، يعني مش بس عشان اعرف الوقت، لما انا ممكن ابص في الموبايل اعرف الوقت صح، لكن لا انك انت تبقى لابس ساعه حلوه بتديك سعاده وثقه في نفسك كده وربنا يقوينا يا رب. زين على العربيات وعلى الساعات يا عبد الله. ممكن هذه الهوايه تتحول لتجاره؟ والله حاولت يا غادة ما عرفتش ابدا. انا خيبه يعني والله العظيم خيبه في العربيات وفي الساعات، بمعنى انه انا مش شاطر، انا مش تاجر شاطر. يعني مش بجيب عربيه مثلا رخيصه وتبقى حالتها واروح بيعها كويس عشان اجيب. لا لا لا, لا. ما تختار ليميتد اديشن سبيشال اديشن اني اديشن؟ هو يهم الشكل. الليميتد ده طبعا ده حاجه. شنو اندر شيء عندك؟ ساعة معينة تعتبرها معينة هي الأندر، وبنفس الشيء بالنسبة للسيارات؟ لا الأندر الأنتيكات اللي عندي. أنا عندي شوية أنتيكات في البيت يعني ما بقوش موجودين دلوقتي بصراحة، لأن بقالي سنين كنت يعني بجمع في الحاجات فيها دي للبيت وبجيبها من زمان، ففي حاجات فعلا مش موجودة، لكن السيارات موجودة. يعني عندي عربية حلوة قوي دلوقتي كده أقول لكم على اسمها عشان ما يبقاش دعاية. بعد الهوى وساعة حلوة برضه هقول لك اسمها برضه بعد الهوى. لا بس احنا كجمهور احنا مركزين في الساعات. شفتي بقى هاي هي بتحب الساعات وبتحب الحاجات الحلوة دي. انزين بما ان حضرتك تكلمت عن البيت، انا كنت شفت لك لقاء تقول لا انت ورثت الصوت الجميل عن احد ولا ورثته لاحد. لا طبعا لا، اصل هم يتورث، هي بتبقى يعني نعمه من عند ربنا. يعني انا عندي شريف صوته تخين، صوته في الكلام صعب قوي. مش في الغنى بس يعني. شريف ابنك؟ شلون شلون صوته تخين؟ صوته تخين يعني صوته مش اجش. طب احنا الحين راح نسمع هذا الصوت. مساك الله بالخير يا شريف. معقوله بابا يقول كده؟ يا حبيبي ايه المفاجاه الحلوه دي يا غادة؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ خير يا عبد الله. اهلا وسهلا. مساء الخير على الحاج هاني اللي فضحته. يا حاج شريف هتعرفي تفهمي كلامه ولا اشرح لك؟ لا لفه
مش للدرجة. ده حبيبي ده. بس ده حبيبي أستاذ بجد. شريف احنا في البداية نبارك لك فوز الأهلي مبارح. طبعا. يعني غير ان انت صوتك اجش وشوية ضخم مثل ما قال الوالد. انت أهلاوي وهو زملكاوي. عكس بعض. يعني انتوا عكس بعض في كل حاجة. شو الموضوع؟ لا مش عكس بعض في كل حاجة. هو بس عكس بعض في موضوع الأهلي الزمالك. انت عايز الحق يعني. انا فرحان انه طلع أهلاوي بصراحة. ليش؟ عشان مريح نفسه. عشان يفوز. فرقة تغلب على طول. هو يقول لي يا بابي يعني انت تعب نفسك مع الزمالك. ما خليك أهلاوي وانت هتكسب على طول. شريف. شريف. ايش هي الحاجات اللي انت تعلمتها من الوالد الله يحفظه؟ ايش هي الحاجات اللي انت اخذتها منه؟ يعني ما اخذتش منه حاجات العربيات دي والساعات؟ لا. لا للأسف خدتها. للأسف خدتها. للأسف خدتها. على أكثر. طبعا. العربيات. يقولك للأسف. احنا طبعا بالعكس انت صوتك جميل جدا استاذ شريف. هو حبيبي. ملكش دعوة خالص. صوت رفيع. هو حبيب بابا. صوتك اذاعي برضو. يمكن ما تغنيش بس ممكن تقدم. بابا دايما بيقول على صوتي ان هو تخين قوي فحتى لما بحب اضايقه بغني له جنبه. حلو. شكرا لك. شكرا. على هذا الاتصال وفعلا فاجأت فيه الأستاذ الكبير هاني شاكر. والله مفاجأة حلوة. هو جاي لكم بكرة إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبي. الله يوفقك. أشوفك على خير يا حبيبي إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا طبعا يعني الوقت بيجري مع حضرتك وإحنا نبي منك كلمة لجمهورك الكويتي والعربي اللي قاعد يتابعنا. خصوصا لك حفلة إن شاء الله شهر ديسمبر القادم. وهتكون يا جماعة ترى راح تكون يوم عيد ميلاده. حلو. يعني انا اعتقد المفروض احنا كجمهور نروح نغني له. والله عارفه يا غاده احلى مفاجاه ان انا هكون يوم عيد ميلادي معاكم وبين جمهورك بالكويت. جمهوري الجميل في الكويت ومع بعض في الاوبرا في الحفله ان شاء الله. هيبقى احلى عيد ميلاد ده بالنسبه لي. زرت انت الاوبرا اليوم؟ رحت زرتها. جميله. ايش رايك؟ جميله. شيء رائع والله العظيم. تحفه. انا شفت المسارح كلها على فكره. الناس هناك يعني ما قصروا زي ما بتقولوا كده. ترى يا جماعة مو بس البشت والقطرة اللي لابسها بيطلع من هني كويتي حتى باللهجة. شفتي بقى يعني ممكن. لي شفتي شلون؟ شفتي شلون؟ أيوة. يعني ممكن أشوفك بالقطرة وعقال بالمسرح. والله لي لا. والله العظيم لي لا. ما أنا لبست قبل كده طبعا. يعني أنا ممكن. أنت ما تحب حتكبرها في دماغي يا عبد الله. هتكبرها في دماغي يا عبد الله واطلع بالدشداشه يا عبد الله. دشداشه بتاع قال كاريزما. والله كاريزما. بشكرك جدا استاذ هاني. تحب تقول اي كلمه لجمهورك؟ سعيد بوجودي معاكم جدا وسعيد بزيارتي للكويت. اهلي وناسي اللي بحبهم واللي بقالي يمكن فتره طويله اني ما جيتش الكويت. لكن الحقيقه الحب متواصل وانا حاسس بالاستقبال. الجمهور ازاي هنا؟ استقبال جميل وان شاء الله اسعد بيهم يا رب باذن الله يوم 21 ان شاء الله في الاوبرا. تبقى حفله جميله بوجودكم. طب احنا هنسمع اغنيه للختام. شنو ناوي؟ احنا كنا مجهزين حاجات كتير. تبي شنو تغني لنا؟ في بحبك انا فايزة احمد قلنا تبيها ولا تبي تغني اغنيه؟ قول حاجه ثانيه. بتسالي؟